مرحبا أصدقاء المشاهدين، كمل أنا وياكم تأملاتنا عن مريم العذراء بشهر أيار، ونكمل هالتأملات حتى نهايته. اليوم اخترت أرجع لعند البابا القديس يوحنا بولس الثاني، وعلى فكرة ب 18 أيار 2020 بيكون صار له بيكون مر على ولادته 100 سنة، هو خلقان بال 1920. هالبابا القديس العظيم اللي كان يضل إلا للعذراء أو كان شعاره أنا لك بكليتي، وهالشعار أخذه من عند القديس لماري غرينيون دو مونفور، ما كانت المسبحة تفارق إيده ولا كانت صلاة المسبحة تفارق شفافه، وكان يتكل على العذراء بكل قراراته وصلواته عطول كانت تسبق القرارات المهمة اللي كان يخدها أو يضطر يخدها كمان بحكم وجوده في الكرسي البابوي. بسنة 2002 ب 16 تشرين الأول بيوجه البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى الأساقفة والإكليروس والمؤمنين رسالة بابوية بيعلن فيها إضافة أسرار جديدة لأسرار المسبحة الوردية وسميها أسرار النور. وأعلن أيضا السنة من تشرين الأول 2002 لسنة 2003 تشرين الأول 2003 السنة الوردية. وبعض مما جاء بهالرسالة بيقول: وبعبورنا من طفولة يسوع وحياته في الناصرة إلى حياته العلنية يصل بنا الأمر إلى التأمل في هذه الأسرار التي يمكن أن ندعوها بنوع خاص أسرار النور. وفي الواقع إن هذا هو كل سر المسيح الذي هو النور، نور العالم. وبتعتبر هالرسالة متميزة وتاريخية لأن دعوة صريحة من أعلى سلطة روحية بالكنيسة إلى تجديد صلاة الوردية بالحياة الليتورجية، وبالتالي حث المؤمنين على تلاوتها لأهميتها ولغناها الروحي، وهي تأمل مستمر مع مريم العذراء شريكة الفداء بحياة يسوع بكل مراحلها على الأرض. باختصار إنها رسالة مريمية بامتياز. وبتكمن أهمية هالرسالة أيضاً بأن التعديل الأول على صلاة الوردية المقدسة من حوالي القرن الثالث عشر زمن القديس عبد الأحد أو دومينيك اللي اشتغل مع الأب لاروش وبإيحاء من العذراء مريم على تنسيق هذه الصلاة الجميلة والتي أصبحت عجائبية ومصدر نعم كبيرة. يعني من القرن الثالث عشر ما حدا أبداً غير بالوردية إلا لوقت البابا يوحنا بولس الثاني إجا وزاد عليها أسرار النور. وهيك بيكون هالبابا القديس هو على لائحة البابوات اللي اشتغلوا وشجعوا على نشر صلاة الوردية، وحثوا المؤمنين على طلب شفاعة القديسة مريم والدة الإله وسلطانة الوردية من بعد ما أدركوا غناها الروحي. وبيقول البابا يوحنا بولس الثاني في هذا الصدد عن هالموضوع، بيقول: منذ سنين حداثتي كان لهذه الصلاة مكانة هامة في حياتي الروحية، إن المسبحة الوردية هي صلاتي المفضلة، وردية مريم المقدسة هي السلسلة العذبة التي تصلنا بالله، هي التأمل في المسيح مع مريم. إلى اللقاء أصدقائي بتأمل جديد كمان بكرة من عند القديس البابا يوحنا بولس الثاني.